بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. اللهم ارجو الحق على ألسنتنا والهمنا العمل به، اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى، اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي ناقص واحد. حلقة اليوم عنوانها هيكون غريب شوية واحترنا فيه شوية صراحة، ولكنه يحمل وراءه الكثير من المعلومات الطبية التي لابد أن حضراتكم تلموا بها: التخسيس وأمراض خفية. ده إيه العنوان السينمائي ده؟ حقيقة هو كده، التخسيس وأمراض خفية. من العنوان نقدر نعرف أن هناك أمراض كثيرة وغريبة قد يكون مكمن علاجها في التخسيس. هذا هو مجمل العنوان، التخسيس وأمراض خفية. كثير من الأمراض المعروفة لنا والمعلومة لنا، وكثير من الأمراض التي قد لا نصل إلى تشخيص معين فيها، يكمن علاجها في التخسيس وتنزيل الوزن. وقبل أن نتناول هذا العنوان، مهم قوي أن أنا أذكر حضراتكم أن إحنا ابتدينا فصل الصيف الحمد لله، الدنيا حر جدا، وتجار البشر قلبوا من كريمات العظام في الشتاء إلى منتجات التخسيس في الصيف. هو ده المنوال بتاعهم، تجار البشر حبايب دول نقلوا من أمراض العظام، هي موجودة بس بقلة، ولكن الشاشات دلوقتي كلها والسوشيال ميديا كلها على التخسيس وتنزيل الوزن، ومنتج طبيعي وهو غير طبيعي، ومنتج مصرح من وزارة الصحة وهو غير مصرح من وزارة الصحة، وفريق طبي يتابع حضرتك وليس هناك فريق طبي، وليس هناك حد يتابع حضرتك إلا ممكن تكون أنت معلوماتك الطبية أكثر منه، وإنزال 5 كيلو في الأسبوع وده وهم ودجل، وإن حدث فهو مصيبة طبية بمعنى الكلمة، عدم العودة إلى الوزن مرة ثانية، وهذا كلام ليس له من الطب أي جزء من الصحة تماما. كثير من العبارات وكثير من الإعلانات، وهتجد ممثلين وممثلات، وده دورهم كما ذكرت من قبل، بيمثل عليك ان هو خس وان هو خد المنتج دوت وان هو المنتج ده جايب نتيجه رائعه جدا، بيمثل عليك، دي وظيفته، لا تلومه، ولكن اللوم على حضرتك ان انت بتصدق الكلام ده. هيمثلوا عليك برضو ان هي مذيعه وان هي مستضيفه فلانه او فلان وان هو طبيب، وهي ليست بطبيبه وليس بطبيب، ويبتدي برضو اعلانات تجاريه على حضرتك وللتواصل وللحصول على المنتج الى اخره. كل ده إعلان تجاري وتجارة على حضرتك، وعلشان كده أنا بسميهم تجار البشر. طب يا دكتور، ما إحنا مش عارفين نخس. لا، الطب بمعنى الكلمة، منوال التخسيس في الطب سهل جدا وآمن جدا جدا جدا، ولكن على يد طبيب متخصص. موضوع السمنة وزيادة الوزن والتعامل معها والتخسيس، زمان في الطب عندنا كان موجود عبارة عن شابتر كده، جزء بسيط في كتاب البطنة، تمام؟ مع توالي الأحداث والاكتشافات والدراسات والأبحاث، ابتدت السمنة تأخذ جزء لوحدها تماما، تخصص لوحده تماما، طبعا الأمراض الباطنية والغدد، ولكنه ابتدى يوسع قوي، وابتدى المنوال بتاعه يوسع قوي، والطرق العديدة تتسع وتتنوع حتى نصل إلى بر الأمان بالمريض بتاعي وبجسم الإنسان، إن أنا أفقده الوزن الزائد دون أثار جانبية، دون العودة إلى الوزن السابق، دون حدوث أي مشاكل لأي جهاز من أجهزة الجسم. هذا هو الطب بمعنى الكلمة. ولما منظمة الصحة العالمية World Health Organization WHO، أكبر منظمة على مستوى العالم مسؤولة عن الصحة وعن الطب، ملهاش علاقة بقى، مع احترام لحضراتكم، ملهاش علاقة بالسياسة، ملهاش علاقة بالتحزب، ملهاش علاقة إن هي بلد معرفش إيه وإن اللي مسكنها فلان وعلان، لا، دي بعيدة تماما عن هذه المشاكل السياسية العالمية. منظمة الصحة العالمية بعد أبحاث كتيرة ودراسات كتيرة
صدر عنها تقرير مخيف بمعنى الكلمة. The obesity is the mother board of all diseases. السمنة بوتقة كل الأمراض. تقرير يخوف. السمنة وزيادة الوزن وراء كل الأمراض. أي مرض ممكن تتخيله هتجد السمنة عامل أساسي وراء هذه المشاكل وراء هذه الأمراض المتعددة. كثير من حضراتكم أسأل سبحانه وتعالى أن يتم عليكم وعلينا نعمته ويتم علينا وعليكم الصحة والعافية. كثير هيقول لي طب ما أنا زايد في الوزن ووزني 120 كيلو وزي الفل الحمد لله رب العالمين فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن احذر أخي الفاضل، احذر، خد بالك. ما هي الشطارة وما هي عنترية أن أنا أقول أنا زايد في الوزن وكويس ومش عايز أخس؟ لا، في مشاكل، وفي مشاكل بتبتدي تظهر، ولما هتظهر مش هنبتدي أن احنا نلم الدنيا. فناخد بالنا كويس جدا أن زيادة الوزن مشكلة أساسية في جميع الأمراض. طب دكتور في جميع الأمراض فعلا بمعنى الكلمة؟ في جميع الأمراض بمعنى الكلمة. أمراض القلب، أمراض الشرايين، أمراض العظام، حدث بقى ولا حرج، وإحنا عملنا حلقة خاصة التخسيس وأمراض العظام لشدة العلاقة ما بين زيادة الوزن وأمراض العظام، ولشدة العلاقة ما بين العلاج أمراض العظام والتخسيس، عملنا لها حلقة خاصة الحلقة الماضية لو كنتم حضراتكم من المتابعين للبرنامج اللي كانت قبل العيد مباشرة، قبل يوم الوقفة مباشرة. فهجد أن زيادة الوزن فعلا وراء كل مرض. أنا قلت القلب، الأوعية الدموية، الشرايين، العظام، الكلى، الكبد، الجهاز الهضمي، الجهاز التناسلي، ضعف الانتصاب، قلة الرغبة، قلة الحيوية المنوية، إلى آخره من مشاكل الجهاز التناسلي سواء للمرأة أو للرجل. زيادة الوزن عائق ومشكلة كبيرة جدا 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 في كل أجهزة الجسم. وبالتالي حبيت أن أنا أعمل لحضراتكم هذا العنوان السينمائي الفني، التخسيس وأمراض خفية. كتير من الأمراض ممكن صاحبها يلف على كل التخصصات ومفيش فايدة ومفيش حاجة أقدر أحط إيدي عليها وأعمل التحاليل كلها وأعمل أشعات وكلها زي الفل ومفيش أي حاجة خالص وفري تماما وما فيهاش أي مشاكل. طب المال اللي أنا فيه ده إيه؟ أجد أن يغيب عن الوعي بعض الشيء مع بعض الزملاء الأفاضل أن زيادة الوزن من الممكن أن تكون هي السبب في هذه المشاكل جميعها. هدي لحضراتكم حالة كده نسمعها كويس ونشوف الأعراض اللي كانت عندها، وتخيل حضرتك كل هذه الأمراض أو الأعراض اللي هتحكيها المريضة في هذه المداخلة من حلقة سابقة. لازم هتمر على أخصائي مخ وأعصاب، أخصائي نفسية، أخصائي عظام، أخصائي شرايين، أخصائي قلب، ومرت فعلا على كل هذه التخصصات ولم تجد نتيجة مجدية أبدا. خلينا نشاهد مع بعض هذه المداخلة من حلقة سابقة ونرجع مع بعض نشوف هل فعلا التخسيس كان هو الحل في هذه الأعراض الغريبة جدا اللي هنسمعها مع بعض، ولا كلامي كلام ملوش علاقة بالواقع وليس له وجود في واقعنا وحياتنا. خلينا نشاهد مع بعض هذه المداخلة ونرجع مع بعض تاني نحللها كده مع بعض بالراحة بقى من الناحية الطبية. الأخت فاتن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك يا فندم. ربنا يبارك لك وربنا يحبك يا رب ويجعلك من أهل الجنة اللهم آمين. أنا بتصل عشان أشكر حضرتك على اللي أنت عملته معايا، ربنا يبارك لك يا رب والله. الحقيقة أنا كنت بعاني من حاجات كتير قوي، كان الضغط العالي والصداع المستمر وكنت بتلخبط في الكلام وبنسى وده تترعش وبينزل احتباس في البول، ورحت لدكاترة كتير بصراحة يعني بطنة وقلب وكده، وكان أمل إن كنت أوصل لحضرتك والحمد لله وصلت لك وكده، فقلت لي أهم حاجة هو التخسيس. وأنا كان وزني كان 89 وبقيت 73 بفضل من ربنا وحضرتك يعني الحمد لله. الحمد لله. وكانت حتى نسبة الدهون عندي كانت 40% بقت 21%. والمية كانت 51 بقت 56، يعني ربنا يبارك لك يا رب والله. أبكش عشان أشكر حضرتك، ربنا يبارك لك يا رب والله. الله يبارك في عمرك يا مدام فاتن، شكر الله. شكرا أوي والله يا دكتور. شكر الله لك يا ست، شكرك. ربنا يخليك، شكرا أوي. مع السلامة يا فندم. مع السلامة. مع السلامة. يعني مدام فاتن بهذه الأعراض، صداع، ضغط عالي، لخبطة في الكلام، نسيان، رعشة، احتباس في البول. ست أعراض غريبة جدا،
احتباس البول عايزة ان هي تروح لأخصائي مسالك بولية. طيب الرعشة والنسيان واللخبطة في الكلام عايزة مخ وأعصاب. الضغط العالي والصداع عايزة بطنة وقلب. وهي راحت فعلا لكل هذه التخصصات ووجدنا ان ليس هناك نتيجة مع العلاجات الروتينية اللي احنا بنتناولها. لما جت العياده في الكونسلتيشن سيت او الجلسه الافتتاحيه اللي احنا بنقعد فيها مع بعض اول ما بنقابل بعض كده وبرحب بحضراتكم، لابد ان الطبيب بياخد كل المعلومات الطبيه ودي بنسميها الباست هيستوري للمريض بتاعه، انت عملت ايه ورحت فين وعملت ايه وخليت ايه واتكتب لك ايه واتعملت الاشعه والتحاليل، ليس مجرد معلش مع احترامي طبعا للزملاء الافاضل ان انا مجرد المريض يدخل لي فاقلب بسرعه عشان الدنيا زحمه ورايا ناس تانيه ومفيش وقت ان انا اخد كل الاعراض ديت، الضغط عالي نديله دواء ضغط، صداع نديله مسكن، لا بالراحه كده، لان انت جالك انسان اصبح امانه في عنقك، جالك انسان هتقف انت هو يوم القيامه امام الله عز وجل ورمى عليك كل حموله وكل همومه، وكما ذكرت من قبل لحظه المرض بتكون اضعف لحظه في حياه الانسان، جاي يعني مدام فاتن عندها كل الاعراض دي وشبه فاقده طعم الحياه وجايه فاقده الامل، يعني مرت على دكتور واثنين وثلاثة وعشرة. في حاجة بنسميها الميزد دايجنوزيس أو التشخيص المفقود، دي نقطة مهمة قوي إن أنا أقعد مع المريض بتاعي، أنا آسف في الكلمة بالبلد بتاعنا، أفصصه وأفصص التاريخ المرضي بتاعه وأشوف الكلام ده كله وعلى أساسه ببتدي إن أنا أكشف وأشوف الوضع بتاعه أخباره إيه، ثم بنرسم الخطة الطبية العلاجية. أنا شفت مدام فاتن عندها الكلام ده كله وراحت لها كل هذه التخصصات وليس هناك فائدة، لقيت نسبة الدهون بتاعتها 40% وهي الطبيعي إن تبقى تحت 25، لقيت نسبة المية بتاعتها 51 والمفروض إن تبقى فوق 55، وبالتالي كل هذه اللخبطة البسيطة في نظر الطب ولكن بتديني مؤشر لمبة حمراء كده، ايه العلاج؟ لازم الحالة دي تخس ولازم تخس صح. وابتدينا نتعامل مع مدام فاتن كان وزنها 89 اصبحت 73، يعني خست 16 كيلو، مش الوزن الاوفر قوي ولكن 16 كيلو دول مصاحبين بنزول نسبة الدهون من 40% ل 21% بقى الطبيعي وقل ما شاء الله. نسبة المية ارتفعت من 51 ل 56، ابتدت الخلية الحية بمعنى الكلمة تفوق بمعنى الكلمة. كل هذه الأعراض وكل هذه المشاكل اللي بتفقد طعم الحياة بمعنى الكلمة كان حلها التخسيس، ولكن التخسيس الطبي بمعنى الكلمة. مش هروح على منتج أنا شفته على التلفزيون وهجيبه. مش هروح على منتج أنا شفته على الفيسبوك وهجيبه وأقول أنا بخس. كل الكلام ده خاطئ تماما. مش هعمل رجيم قاسي نظام الكربو ونظام الى اخره، كل هذه المسميات اللي انتم بتسمعوا عنها كلام خاطئ تماما، لا يناسب كل حاله. التخسيس لازم ان انا كل حاله بمفردها. لو تلاحظوا حضراتكم انا معاكم على الشاشه بقالي 15 سنه تقريبا، عملت منتج للبشره وعملت منتج للشعر وعملت منتج للجهاز الهضمي وعملت منتج للعظام وعملت منتج للنحافة، ما عملتش منتج للتخسيس، رغم ان انا الدكتوراه بتاعتي بطنة وتخسيس جامعة كلود بيرنر ليون فرنسا، ما عملتش منتج للتخسيس، لان كل حالة لابد ان يكون لها تعامل خاص، والتعامل الطبي مع الحالة دي هيختلف عن الحالة دي هيختلف عن الحالة دي. والمنوال التخسيس واسع جداً، ولابد ان انا اتعامل صح مع الحالة بتاعتي، ولابد ان انا الحالة بتاعتي لا تجد اثار جانبية ولا تجد مشاكل اثناء التخسيس ولا تجد حرمان اثناء التخسيس ولا تجد اكتئاب اثناء التخسيس ولا شحوب في الوجه ولا نزول في الوجه، ايه ده انت مالك خسس كده ليه، انت عيان انت تعبان خالص، لا حضرتك تخس والوش يورد. انا هتكلم النهاردة بألفاظ العامية بتاعتنا كتير شوية، تخس وشك يورد بمعنى الكلمة، هتخس ومفيش تساقط في الشعر، هتخس وفي حيوية في الجسم، في نشاط ما شاء الله في كل أوجه الحياة. دي نقاط مهمة جدا وده التخسيس الطبي، يعني أنا ما بخترعش حاجة، ده التخسيس الطبي. وزي ما بقول لحضراتكم أدوات التخسيس ومنوال التخسيس وآليات التخسيس في الطب البديل واسعة جدا، ليس مجرد رجيم بديل حضرتك في ورقة
وبننزل عليه وكل اسبوع نقيس ونشوف كل الكلام ده عفى عليه الزمن. التخسيس دلوقتي لا، في اليات كثيره جدا، في تعامل مختلف تماما، في اليات كثيره جدا جدا نقدر ان احنا نتعامل مع الحاله باي منهما حسب التشخيص وحسب الخطه الطبيه العلاجيه اللي احنا بنرسمها للحاله. حذاري ان انت تصدق ان هناك هيطلع دكتور اسامه على الشاشه ويبتدي يقول لك في منتج ويقول لك ان في فريق طبي هيتابعك. ده وهم بمعنى الكلمه، وممكن يكون كذب وليس وهم. هو وهم عند حضرتك ولكن كذب عند اللي بيقول. مفيش حاجه اسمها فريق طبي، في حاجه اسمها ناس شغاله تليفونيست على التليفون بيرد عليك. وانا كانت ليا تجربه من قبل وحكيتها مع حضراتكم ان انا حاولت اتواصل معاهم، ولما عرفوا يعني ابتديت اكلمه بالميديكال تيرمز الالفاظ الطبيه لقيته قفل وما حدش رد عليا تاني خالص. فهتجد ان اللي بيتحدث تليفونيست سواء معاه دبلوم، سواء معاه دبلوم تجاره او دبلوم زراعه او اي مؤهل اخر مع احترامي للجميع طبعا، ولكنه لا يعلم من الطب شيء. وانت معتقد ان هو فريق طبي ومعتقد ان هو طبيب ومعتقد ان هو يفهم في الطب، وزاد بعيد تماما عن الواقع. وده كتير جدا على الشاشات هذه الايام. وبالتالي احذر جدا من هذه الاعلانات والبرامج الاعلانيه المباعه، لان ده تجاره على حضراتكم. وزي ما قلت لحضرتك من قبل، انا ماليش منتج تخسيس، ما بكتبش عنواني على الشاشه ولا طرق التواصل معايا، ما بقولش كده ان انا عايز الناس دي تيجي لي انا وما تروحش للناس التانية خالص. انا بعيد تماما عن هذه النقاط وعن هذه السياسة اللي ينتهجها بعض الاطباء تماما. انا ليس لي منتج تخسيس في السوق فبدافع عنه وعايز الناس تشتري مني، ليس لي عنوان بيعرض على الشاشة ولا طريقة تواصل ولا تليفونات ولا الكلام ده كله. كل هذا الكلام لوجه الله سبحانه وتعالى لتوعية حضرتك من الناحية الطبية. مدام فاتن نزلت 16 كيلو، اختفى الصداع، اختفى الضغط العالي، اختفى النسيان، اختفت اللخبطة في الكلام، اختفت الرعشة، اختفت احتباس البول، اختفت، بقت إنسانة تانية تماما بمعنى الكلمة. هل من الممكن أن يكون هناك أعراض أخرى يكون سببها زيادة الوزن وبرضو صاحب هذه الأعراض تعب في البحث عن علاج وراح شمال وراح يمين ومفيش برضو نتيجة للأسف، ونجد أن السر العلاجي يكمن في إنزال الوزن؟ خلينا نشوف المداخلة دي من حلقة سابقة، نلاحظ الأعراض بتاعتها ونشوف يا ترى اختفت ولا لا وتعالجت فعلا مع التخسيس في الطب البديل أم لا. نشوف هذه المداخلة من حلقة سابقة ونرجع مع بعض تاني. مدام يسرى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور أسامة، أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا وسهلا يا فندم. أنا بس كنت عايزة أشكر حضرتك، كنت متابعة مع حضرتك في العيادة وكان وزني 92 كيلو ودلوقتي بقيت 68، وبشكر حضرتك يعني على المجهود اللي عملته معايا. كنت كام يا مدام يسرى؟ كنت 92 أول ما بدأت مع حضرتك. وبدأ خلصنا كام الحمد لله؟ خلصنا الحمد لله رب العالمين 68. 68 ما شاء الله، فضل الله ثم حضرتك. الله طبعا يحفظك، الفضل فضل الله عز وجل. انا اتصلت اشكر حضرتك عشان حضرتك علمتنا من لم يشكر لم يشكر الله. شكر الله لك، شكر الله لك، جزاك الله خيرا. فيك يا دكتور. كنت عايز اسال حضرتك يا مدام يسرى، اختلفت الدنيا معانا في الوزن ده؟ يا دكتور والله في الحركه حتى في المشي، انا كنت الاول بمشي كنت بتعب وكانت رجلي بشتكي منها يعني، حتى كنت مش عارفه املاح ولا ما كنتش عارفه السبب، لدرجه ان كانوا بيدوني حقن بنسلين. بعد ما خسيت حسيت طبعا الفرق في المشي خالص، حتى حركتي في البيت مع اولادي برضه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حصلت الله يحفظك، حصلت اي مشاكل، تجاعيد، ضعف، وهن، اي حاجه اثناء شغلنا؟ لا الحمد لله طبعا حضرتك، الابر والكمبيوتر اللي كنا ماشيين عليه واعشاب وحاجات طبيعيه كلها الحمد لله رب العالمين، ما حصلش اي ترهلات يعني الحمد لله، يعني الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والله يا دكتور يعني برضو الموضوع بيحس يعني الواحد كانه سنه كبير وبعد ما خس يعني وزنه خفيف كده هو، والحمد لله رب العالمين. مدام يسرى بقى حاله تانية غير مدام فاتن، الالام في المشي والام في الرجلين لدرجه ان هي ادولها حقن بنسلين الممتد المفعول على اساس ان في التهاب موجود في المفاصل، وكان اجهاد صعب جدا في اي حركه او اي تعامل مع الاولاد في البيت او شغل البيت. مدام يسرى من 92 كيلو اصبحت 68 كيلو، يعني نزلت ما شاء الله 24 كيلو.
مدام فاتن كانت نزلت 16 كيلو، لا ابتدينا نزود بقى شوية، هنا نزلت 24 كيلو. مع نزول 24 كيلو بيختلف الوضع تماما، يعني حتى مدام يسر بتقول لك ان الواحد حتى حاسس انه كبير في السن لما يخس، يعني مش هرجعك عيل تاني، ولكن هتبتدي في خفة في الحركة، في شياكة في اللبس، في خفة في التعامل، الحالة النفسية نفسها بتختلف تمام الاختلاف بمعنى الكلمة. وانا تعمدت ان انا اسالها هل في اجهاد حدث في اثناء التخسيس، هل في ترهلات، فقالت لا، وذكرت اليتين من اليات التخسيس في الطب البديل او ثلاثه، الابر الصينيه والكمبيوتر والاعشاب. ايه دول بقى؟ دي من اليات التخسيس في الطب البديل. لما بنتناول الحاله في الطب البديل، حالات التخسيس، طبعا احنا شفنا الاعراض وشخصت ان زيادة الوزن، لو نزلنا الوزن الزائد ده كل الاعراض دي هتنتهي وهنرجع تاني تظبيط مصنع زي ما بنقول دايما. فابتديت ان لا، دي محتاجة ان انا ارسم خطة طبية علاجية معينة. ابتدينا نتعامل بثلاث اليات من اليات الطب البديل. الاعشاب لزيادة الحرق، دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، وتقليل الشهية، وهما كلمتي حق، ولكن جماعة بتوع تجار البشر بيقولوها دايما يراد بيها باطل. يعني تجار البشر يقول لك انا هزود لك الحرق وهقلل لك الشهية، ولا يعلموا شيئا عن كيفية زيادة الحرق، ولا حتى ما هو البيزل ميتابوليك ريت اللي هو التمثيل الغذائي للجسم البشري، ولا يعلمون ما هي الابيتايت او هي الشهية، وكيف ان احنا نزود الشهية او نقلل الشهية. فانا ابتدي اتعامل عن الطريق الطبي، زيادة معدل الحرق وتقليل الشهية بأعشاب طبيعية تماما تماما، ليس لها أي أثار جانبية، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. يعني مش معقول أهدي المريض بتاعي حاجة تديني أثر جانبي آخر، ما ينفعش، ما بقاش متخصص. ثم الإبر الصينية معها، مش موال بقى الإبر الصينية، ده موال كبير جدا جدا في موضوع الطب وليس التخسيس فقط، الأكيوبانكشر تعد من آليات الأساسية في الطب البديل. هي اسمها الإبر الصينية، ولكن هي ليست صينية على فكرة، هي في الأصل فرعونية وموجودة على حوائط المعابد في أسوان، ولكن إحنا تخاذلنا والكسل بتاعنا عن ماضينا خلاها إبر صينية للأسف. الإبر الصينية أو الأكيوبانكشر زي ما بقول لحضراتكم في الطب ليها مجال واسع جدا. يعتبر التخسيس مع احترامي للكلمة أهيف حاجة في التعامل مع الإبر الصينية. الإبر الصينية دي ليها مجال واسع قوي في الطب. مش عايز أقول لحضراتكم كل الأعراض والأمراض وأجهزة الجسم البشري يخضع للعلاج بالإبر الصينية، وتكون النتائج رائعة بمعنى الكلمة. الإبر الصينية عبارة عن إبر، وأنا عارف أن أنا وعدت أن أنا هجيبها وأن أنا هوريها لحضراتكم، وإن شاء الله ربنا يذكرني ونعمل حلقات خاصة عن الإبر الصينية. هي عبارة عن إبر في سمك شعرة الرأس بمعنى الكلمة، في سمك شعرة الرأس، ويختلف مقاساتها ويختلف الميتال بتاعها أو المعدن بتاعها، بتتدرج من الذهب، الفضة، الستانلس. شوف ثلاث حاجات أو ثلاث أنواع، يعني في إبر ذهب، في إبر ذهب، وتستخدم، أسأل الله العفو والعافية لكم جميعا ولنا، في علاج السرطانات والعياذ بالله. دي الإبر الصينية اللي هي مصنعة من الذهب، مصنعة بمعنى الكلمة من الذهب. الإبر الصينية مصنعة من الفضة، دي اللي احنا بنستخدمها عادة في كثير من الأمراض ومنها التخسيس. اما الابر المصنعه من الستانلس دي في حاجات معينه، ودي ديسبوزبل، بتترمي، بتستخدم مره واحده ولا يعاد استخدامها مره ثانيه. هذه الابر الصينيه ليها مقاسات مختلفه، علشان بس حضراتكم مش اي حد يقول لك انا بعالج بالابر الصينيه. وانا ذكرت من قبل كنت معدي كده بالصدفه ففي كوافير، والله ده اللي حصل، يعني لقيته معلق يافطه يوجد علاج، يوجد تخسيس بالابر الصينيه، كوافير، بس طبعا ما اقدرش ادخل، ده كوافير حريمي، يعني يوجد تخسيس بالإبر الصينية. فده طبعا يعني كلام وهم تماما، لا يعلموا شيئا عن الإبر الصينية، ولا يعلموا شيئا عن طريقة عملها وشغلها، ولا يعلموا شيئا عن استخدامها وطريقة العلاج بها. ولكن ده موجود، موجود. والأدهى من ذلك أو اللي زعل بصراحة، أن كثير من الزملاء الأفاضل لا يعلم شيء عن الإبر الصينية، ومجرد ما تقول له إبر صينية يقول لك لا 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 لا، ده وهم، ده علاج بالوهم، ده بيوهمك. طب أنا هوهمك أن أنت مش جعان، هوهمك ان الشهية بتاعتك قلت، ده يعقل؟
طب الأدهى من ذلك إن أنا بستخدم الإبر الصينية في التخدير، أقدر أخدر المريض بتاعي لو ممنوع من التخدير سواء لأمراض قلب أو أمراض كلى أو أمراض كبد أو أيا كان المرض ممنوع عنه التخدير، بنخدر بالإبر الصينية. هل هوهمك إن أنت متخدر وافتح وقطع وشيل وخيط وأنت في وهم يعني؟ ده يعقل؟ الإبر الصينية لها مجال واسع جدا جدا ويطول الحديث عنها. الإبر الصينية لها نوع آخر غير اللي انا حكيتها لحضراتكم اسمها بريس نيدل او الابر اللي احنا بنركبها في الاذن، دي بتعمل نفس الوضع للابر الجسديه او السوماتيك نيدل اللي احنا بنسميها اللي انا حكيت لحضراتكم عليها، تقليل الشهيه، زياده معدل الحرق. شوف بقى الكلمه الجايه دي رائعه جدا جدا جدا، ريديستريبيوشن اوف فات سيلز على الجسم، اعاده توزيع الدهون على مستوى الجسم اللي احنا بنسميه تنسيق القوام. ودي في نقطه لوحدها، ده شغل لوحده، ده تخصص لوحده. كل هذه النقاط لابد أن يكون التعامل معها على أساس طبي وعلى يد متخصص. دي الآلية التانية اللي ذكرتها مدام يسرى، هتدرج في الحديث مع حضراتكم عن آليات التخسيس الأخرى. ولكن مدام يسرى نزلت ما شاء الله 24 كيلو، انتهت مشاكلها تماما اللي كانت بتعاني منها وحست ان هي صغرت في السن، وده حقيقة على فكرة، ودون اي اعراض جانبية، بدون اي ترهلات، بدون اي اجهاد، بدون اي حرمان في الرجيم. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. هل يا ترى زيادة الوزن ممكن يكون ليها اثر في أمراض العظام؟ كما ذكرت من قبل منذ قليل، أمراض العظام أنا عملت لها يعني حلقة خاصة التخسيس وأمراض العظام، لأن زيادة الوزن سبب في كثير من أمراض العظام، وأشهرها وأوسعها نطاقا خشونة الركبتين. خلينا نسمع المداخلة دي، خشونة الركبتين والتخسيس وعملنا إيه أيضا مع التخسيس. أم شيماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك يا فندم. ازي حضرتك؟ بخير والله الحمد لله، اتفضلي. الحمد لله، انا بتصل بس عشان اشكر حضرتك على انا جيت لحضرتك العيادة عشان اخس، وبعد كده خسيت، وبعد كده عملت حجامة كانت اخر واحدة امبارح، الحمد لله بقيت كويسة يعني، انا بتصل عشان اشكرك والله. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب يا ستي قبل بس مشكوريني، تعالي كده يعني قولي لنا كان الوزن كام واصبح كام وعملنا حجامة ليه؟ كان وزني الاول كان 81. كويس. ايوه دلوقتي بقيت 70. ما شاء الله، يعني 11 كيلو. الحمد كويس. لله. الحجامه بقى عملتها على ركبتي، كانت ركبتي الشمال اصلا انا تعبانه وعامله فيها عمليه، فبحمل على رجلي اليمين. فيها خشونه بقى، بقى لها كتير عندي خشونه عشان بحمل عليها. تمام. فلما جيت لحضرتك بقى عملت حجامه، قلت لي 3 مرات، فعملت ده من اول مره والله الحمد لله، كانت بيت كويسه والله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. رب يعني من اول من اول جلسه حجامه يا ام شيماء حسينا بتحسن بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والله بجد، من اول جلسه حسيت بالفرق والله، بدعي لك على طول والله. ربنا يحفظك ويعزك يا رب. طيب بعد ما خلصنا بقى الحجامه بتاعتنا حسينا بفرق اكتر يعني، اتحسنا تماما ولا لسه في نسبه؟ اتحسنا. لا اتحسنا الحمد لله، انا كنت على طول لابسه الركبه وكان الم شديد بقوم بالليل من الصرخ بتاعت ركبتي. الحمد لله. الحمد لله بقت كويسه تمام الحمد لله، يعني ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يحفظك ويعزك. ايوه، والبرشام برضو اللي عند حضرتك بتاع الفيتامينات ده برضو خدت منه لبنتي عشان كان برضو عندها انيميا والضغط بيضغط عندها. فالحمد لله، وانا برضو خدت منه كان عندي انيميا برضو، ظبطت الدنيا معانا والحمد لله يعني كويس الحمد لله. وخدت برضو من عند حضرتك الزبير بتاع الشعر، كان بنتي من قدام شعرها خفيف. والحمد لله شعرها نبت وطول، وطول بقى الحمد لله كويس يعني. ما شاء الله، يعني جبنا نتيجه الحمد لله في تساقط الشعر وفعلا تقل معانا وطول. ايوه الحمد لله، وطلع من قدام وطول. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب ستي والله الحمد لله. طب ارجع تاني بالنسبه لل 11 كيلو اللي احنا نزلناهم يا ام شيماء، حسيتي بتعب او باعراض جانبيه او؟ لا ده انا والله الحمد لله ولا اي حاجه وكويسه والحمد لله. وما شدتش عليكي في الرجيم؟ انا كنا بناكل عادي ولا ايه الاخبار؟ كنت باكل عادي وباخد الاعشاب، كنت باخد سمارتي. تمام. الحمد لله بقيت كويسه والله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وبنت اختي برضو جبتها لحضرتك عشان كان شعرها خشن وما بيطولش.
واخدت من عند حضرتك مجموعه حنين والبروتين، والحمد لله يعني من اول شهر جاب نتيجه الحمد لله. طيب الحمد لله يعني رب العالمين. يعني بعدنا عن الفرد الكيميائي للشعر. ايوه طيب الحمد لله النتيجه معاه من اول شهر الحمد لله، بقت يعني احسن عن الاول يعني الحمد لله رب العالمين. انا متشكر لحضرتك جدا، جزاك الله خيرا على المداخله الكريمه، واشكرك جدا جدا. يعني ام شيماء المشكله الرئيسيه بتاعتها خشونه الركبتين. طيب تمام. طيب يا دكتور، ما انت قبل كده جبت حالات وقلت ان انت بتعالج خشونه الركبتين بالحجامه، ده اللي حصل مع ام شيماء، عالجناها بالحجامه الحمد لله رب العالمين. ولكن لا يجب ان اغفل كطبيب متخصص عن الوزن الزائد اللي موجود اللي هيرجع المشكله تاني، اللي هيرجع مشكله خشونه الركبتين تاني. طبعا خشونه الركبتين احنا عملنا حلقه او حلقتين عن خشونه الركبه بالذات، وشرحت لحضراتكم ازاي بتحدث، وقلت لحضراتكم ان في الطب الغربي تخصص العظام وامراض العظام وجراحه العظام ليس هناك حل الا المفصل او تغيير مفصل. كلمه تغيير مفصل دي مع احترامي للجميع هيزعلوا مني الجماعه بتوع العظام، ولكن تقيله شويه، تقيلة من الناحية المادية، التكلفة المادية بتاعتها عالية شوية. الإجراء نفسه بتعتبر من العمليات الكبرى في الطب، والنتيجة بتاعتنا بقى هي دي المشكلة اللي زي ما بقول لحضرتك ما يزعلوا مني شوية، مش هتجيب النتيجة المية في المية اللي بيتخيلها المريض بتاعي، إن أنا بقى هغير مفصل فخلاص رجعت زي الفل هجري وهطلع لا، للأسف للأسف، لأن هتكمن المشكلة في العضلات اللي ابتدت تضعف، هتكمن المشكلة في العظام اللي هتبتدي اللي احنا ركبنا فيها المفصل بقى يبتدي فيها آلام معينة وهشاشة بعد فترة إلى آخره. طب الحل البديل ليها في الطب البديل، في الطب البديل إن احنا عملنا حجامة، وزي ما حضراتكم سمعتم من أول جلسة بفضل الله سبحانه وتعالى بقت كويسة جدا. طب هنقف عند هذا الحد؟ لا، لابد أن أكمل الخطة الطبية العلاجية. أنت جاي للدكتور مش هتعالج عرض، أنت جاي للدكتور تعالج مرض. هو في فرق بين العرض والمرض؟ طبعا العرض ده اللي انت بتشتكي منه، اما المرض اللي هو بقى اللي انا بشخصه من الناحيه الطبيه واللي يجب ان انا اخلص منه تماما. سهل قوي ان انا يعني اعالج الم الركبتين واعالج الوجع اللي موجود، ده عرض، ولكن انت جاي للطبيب علشان يشيل المرض ده بفضل الله سبحانه وتعالى، يكون سبب ربنا يسخره ليك ويشيل المرض ده، كما قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فما انزل الله من داء إلا أنزل له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: علمه من علمه وجهله من جهله. أصحاب العلم هم اللي هيعرفوا، أصحاب الطب هم اللي هيعرفوا، هم اللي هيعلموا بفضل الله سبحانه وتعالى. ابتدينا نعمل حجامة لأم شيماء في خشونة الركبتين، جابت نتيجة من أول جلسة بفضل الله سبحانه وتعالى. كان لازم أضع في الاعتبار إن أنا أشيل الوزن الزائد، خسينا 11 كيلو اضربهم في 4 يعني 44 كيلو شلتهم من على الركبتين، 44 كيلو حمل زائد على مفصل الركبتين ابتديت إن أنا أشيله، وبالتالي انتهت المشكلة تماما بفضل الله سبحانه وتعالى، وبقت الحركة عادية جدا وبقت الحركة سهلة جدا. وتعمدت أيضا إن أنا أسألها في المداخلة في أعراض جانبية، حسيتي بجوع، في أي مشاكل، في هذيان، في إجهاد، خالص مفيش أي حاجة من الحاجات دي. لو لم أكن واثق تمام الثقة بفضل الله سبحانه وتعالى في التناول الطبي للحالة ما كنتش أسألها السؤال ده، لأن كتير جدا من الأطباء مع احترامي طبعا للجميع وأنا أقل واحد فيهم يتعامل مع التخسيس بغلظة: أنا همشيك على رجيم ممنوع العيش تماما، ممنوع السكر تماما، ممنوع الخضروات تماما، إحنا ويدي رجيم قاسي جدا. ليس هذا التعامل الصحيح مع الجسد البشري، وليس هذا هو التخسيس، ليس التخسيس مجرد منع. طب ما أنا لما هسيبك وهنخلص ما أنت هترجع لحياتك الطبيعية، هي دي النقطة الطبية المهمة جدا، لايف ستايل، الأسلوب الحياة بتاعك، ما أنت لازم هترجع لحياتك، ما أنت مش هتفضل طول عمرك ماشي على الرجيم القاسي، مش هتفضل طول عمرك ماشي مع الطبيب بتاعك، هي دي النقطة المهمة جدا. وبالتالي بنبتدي رجيم بسيط جدا من أكل البيت العادي اللي حضرتك بتتناوله عشان لما أخلص معاك ما ترجعش تاني في الوزن. طبعا في التخسيس بنحرص جدا جدا في الإبر الصينية بالذات، وليها ميزة مهمة قوي: تقليص حجم المعدة. طب ازاي الابر الصينيه هتقلص حجم المعده؟ ده تقليص حجم المعده ده اللي احنا بنعمله في بالون المعده وتدبيس المعده،
ودي عمليات على فكرة عالميا ابتدت خلاص يعني تحرم وتجرم، ولكنها موجودة وشغالة زي الفل عندنا. تقليص حجم المعدة أو تقليل حجم المعدة بيحدث إزاي؟ مع تناول الطعام الكتير ومع الحياة اليومية بتاعتنا يحدث ترهل في جدار المعدة، ترهل زي البالونة تبقى أول ما تشتريها كده جامدة مجرد ما ننفخها مرة واثنين وثلاثة تبتدي تترهل، نفس الوضع بيحدث في جدار المعدة. هذا الجدار به ريسبتورز مستقبلات معينة لما يضغط الأكل عليها تدي إحساس للسنتر المركز اللي في المخ أنا شبعت فتشبع. لما تفضل المعدة من الطعام ويبتدي هذا الريسبتورز أو المستقبلات اللي في جدار المعدة تبتدي تقول للإنسان أنا جعان. يعني الاس ام اس سبحان الله موجودة في جسم الإنسان قبل الاختراعات بتاعتنا الموبايل والكلام، لا دي موجودة. يعني المعدة بتدي رنة للمخ أنا جعان، تدي رنة للمخ اس ام اس كده أنا شبعت. وبالتالي إعادة ترميم هذا الجدار المترهل عن طريق الإبر الصينية، عن طريق أن أنا بزود الإلاستيك إليمنتس في جدار المعدة، بزود المادة الإلاستيكية أو المطاطة في جدار المعدة، يبتدي جدار المعدة يقل تاني زي ما قلت لحضراتكم بنفس التشبيه زي البالونة بالضبط، وتبتدي إحساس الجوع يحدث بسرعة، إحساس يحدث ببطء، إحساس الشبع يحدث بسرعة. وده هو الطب. مدام شيماء مع الجراحة مع الحجامة ومع التخسيس 11 كيلو انتهت مشكلة خشونة الركبتين، ودي نقطة مهمة جدا 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 في العلاج بالطب البديل. هل يا ترى يعني ممكن أعراض أخرى أو مشاكل أخرى نتناولها مع ويجد أن زيادة الوزن هي اللي وراها؟ طب خلينا أشوف المداخلة دي كده مع بعض ونشوف كانت إيه المشكلة ويا ترى تناولناها مع الطب البديل إزاي. اهلا بحضرتك. انا كنت وزني يا دكتور 114 كيلو. تمام. 114 كنت تعبانه جدا جدا، كانت رجليا ما كنتش بقدر احطها على الارض، وكنت زحت يعني دكاتره عظام كتير. والدكاتره العظام قالوا لي لازم تعملي الجيم، والجيم يكون كويس على ايد استشاري بطنه. تمام. فانا عملت الجيم قبل كده وما كانش بيعمل نتيجه، المهم كانت رجليا ما كانتش يعني كانت وجعاني جدا من التعب رجليا وركبي. واول ما رحت لحضرتك قلت لي احنا ان شاء الله نبدا بالرجيم وبحجامه. بدأت مع حضرتك الرجيم، ودلوقتي بفضل الله انا وصلت لحد 79 كيلو، مش مصدق نفسي والله العظيم. بقالي مع حضرتك من شهر 11. تمام. من شهر 11 بقالك حوالي 10 شهور كده. كويس. فانا بصراحه ما كنتش مصدق الناس اللي بتنزل والناس اللي بتتكلم في البرنامج، كنت بحسب يعني سامسون، يعني كنت بحسب حضرتك بتديكم فلوس عشان تتكلموا ان احنا نزلنا، يعني ما كنتش متوقعه اصلا ان الناس بتنزل كميه الكيلوات دي. انا كنت ممكن يعني 5 كيلو 6 كيلو، لكن اوصل ل 38 كيلو بفضل ربنا. ثم اشوف حضرتك يعني صراحه ربنا يبارك في عمرك، ده اعجاز فعلا. ربنا يحفظك يا رب. اول مره نزلت 8 كيلو اول ما دخلت عند حضرتك لو تذكرني. تمام. بقول لحضرتك انت حاطط ايه في الاعشاب يا دكتور اسامه؟ الاعشاب دي فيها سحر. قعدت تضحك، قلت لي يا مدام فاطمه ده كله بتاع ربنا واحنا مالناش نفسنا حاجه. ونعم بالله، نعم بالله. الحمد لله. انا بس كان نفسي يعني كان نفسي يكون زوجي موجود، وزوجي متوفى والله بقاله شهرين، كان بيشجعني ان انا اعمل. رحمه الله عليه، رحمه الدوام لله عز وجل، عظم الله اجركم، رحمه الله عليه. ربنا يبارك طبعا يا رب. ادعوا لي يا دكتور طبعا، ادعوا لزوجي بالرحمه ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه يا رب. تمام. انا بشكر حضرتك جدا 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 ان انا وصلت للوزن ده بصراحه، يعني بفضل ربنا طبعا وبفضل حضرتك، ويعني انت بصراحه يعني ربنا يبارك في عمرك يا صاحبتي والله. اللي اديتني قلت لها انا مش يعني ازاي انا اروح عند الدكتوره اكشف ازاي الرجيم، وتقول لي دكتوره ده انا محترم جدا وبتاع ربنا وما جربي احشيت. انا عملت قبل كده يا دكتور رجيم، الكلام ده كان حوالي 7 سنين، هو مش رجيم، كان عباره عن كده بنقعد كده على الات يعني بتاعت رياضه كده حاجه زي كده، ونتعب ونبذل ممكن في خلال حوالي 3 شهور ما نزلتش 350 جرام. الثلاث شهور ما نزلتش 350 جرام. ده كان مع دكتور يا ام ايمان؟ كان مع دكتور؟ كان مع دكتور والله كده، ويعني ربنا يسامحه برضك والله الحمد لله. هو يعني بصراحه كنت انا يا دكتور كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضلي. يعني سبحان الله، كانت جدتي تقول لي زمان، تديني مثلا تقول لي ادي العيش تخبزه، يعني اصلا ما ينفعش الدكتور يروح يشتغل فران، وما ينفعش فران يروح يشتغل دكتور. فالناس تحت مسمى ان هم دكاتره وبياخدوا فلوس من الناس وما يعني الواحد يعني ربنا يسامحهم يعني بصراحه، ربنا يسامحهم. ربنا يهديهم يا ام ايمان.
الله يخليك يا دكتور أسامة. ويعني أنا برضك أنا برضك يعني عايزة برضك أعمل دلوقتي في التثبيت، وعايزة أنزل برضك 2 كيلو تاني عشان أبقى قفلت ال 40 كيلو. إن شاء الله ان شاء الله، الله المستعان. انا متشكر جدا لمداخله حضرتك وعزائي الخالص للزوج الله يرحمه. والله يا دكتور كل ما باجي اطلع على السلم والله باجي لحضرتك. ربنا يحفظك يا رب. فيها حاجه، عشان فيها حاجه انا يعني حاجه بس كده كنت عايز احكي لك عليها. عندي ساعه حائط اتمنى على طول اتاخر، كل ما احط الكرسي واطلع عليها كان زوجي الله يرحمه يقول لي هتقدري تتحققي، اقول له ربنا يستر. يعني طبعا لما وزني خف يا دكتور بقيت اطلع واحط، بقيت امارس حياتي يعني سبحان الله، امارس شغل بيتي يعني الواحد الحمد لله بفضل الله لما خف ووزنه خف يعني الواحد بصراحه ربنا الحمد لله رب العالمين. سؤال اخير يا ام ايمان، هل كان في اي اثار جانبيه مع الاعشاب بتاعتنا او مع التخسيس بتاعنا؟ لا والله يا دكتور، لا والله يا دكتور اسامه اطلاقا اطلاقا يعني بصراحه ما فيش اي اثار جانبيه ليها خالص، وكان طعمها جميل جدا، ما فيش معاها مش يعني مش طعمها كروي ولا فيها حاجه، لا طعمها جميل جدا. بس يمكن حصلت لي انا حاجه يعني بس جدا ان انا يعني اهملت في علاج الضغط بتاعي فضغط مره بس مش اكتر، كان سبب مني انا تمام. بس لكن الاعشاب جميله جدا جدا بصراحه، يعني ربنا يبارك في عمرك والله. ربنا يحفظك يا ام ايمان، انا متشكر لحضرتك جدا. بسأل برضه لحضرتك ربنا يبارك في عمرك، انا انسجمت الريجيم، انا كان بنتي الوحيده بس هي اللي بتخدمني، وبنتي اتزوجت واولادي الاثنين دخلوا الجيش، مين اللي هيقدر ينزل يجيب طلباتي من تحت؟ مين؟ لا كنت اطلع السلم يا دكتور، ده انا هجان بشع دلوقتي، بطلع السلم بسم الله ما شاء الله وبشيل طلباتي وبشيل حاجتي، ربنا يبارك في عمرك. ربنا يتم نعمته عليك يا رب وعلى المسلمين اجمعين. وانا بشكر حضرتك جدا على المداخله الكريمه، ومره تانية اعزائي لوفاه الزوج رحمه الله عليه، اسال الله العظيم سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته ويغفر له. هذه المداخلة يعني لها عنوان كده، العودة إلى الحياة، ليس لها لا تحمل عنوان آخر، العودة إلى الحياة. أم إيمان كانت الرجلين والركبتين مشكلة عويصة معها بمعنى الكلمة، لفت على دكاترة كتير عظام كتير جدا جدا، قالوا لها لازم تخسي على يد طبيب متخصص علشان تنتهي هذه المشكلة. شافت الدكتور أسامة كتير على الشاشة، فبتشافت الحالات اللي موجودة، فما كانتش مصدقة ان ممكن حد ينزل الوزن ده، وعلى حد قولها كانت معتقدة ان احنا بندي فلوس للمكالمات والمداخلات، لان طبعا صعب ان ينزل حد ينزل الوزن ده. يشاء الله عز وجل ان هي تنزل 38 كيلو بفضل الله سبحانه وتعالى، مش 2 ولا 10 ولا 20، 38 كيلو نزلت الوزن من 114 الى 76 ما شاء الله. يعني شلنا من عليها انسان تاني، شخص اخر، شلنا من عليها بمعنى الكلمة. طبعا أول ما جت الخطة الطبية العلاجية بنرسمها مع بعض، وقلت لها احنا هنعمل حجامة مع التخسيس، وقد كان بفضل الله سبحانه وتعالى انتهت المشكلة تماما وعادت إلى الحياة مرة أخرى. يعني بنفس اللفظ العودة إلى الحياة زي ما بقول لحضراتكم هو عنوان هذه المداخلة. يعني كانت بتخدمها بنتها اتجوزت مش عارفة هتعمل ايه، لا رجعناها بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الحياة مرة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسخرنا لكم دائما ويجعلنا سبب في شفائكم. فدي نقطة مهمة قوي قوي، ان انا برسم الخطة الطبية العلاجية مع المريض بتاعي، نبتدي نمشي عليها ونبتدي ان احنا ننفذها، بقدر اوصل الى التارجت بتاعي او الهدف بتاعي انا والمريض بتاعي، ان احنا نتخلص تماما من هذه المشكلة المرضية ونتخلص تماما من توابعها ونعود الى الحياة مرة اخرى. ام ايمان كان لها تجربة طبعا مع ريجيمات سابقة ومع اطباء اخرين، وقالت كلمة مهمة جدا جدا، يعني بيقولوا ان هم اطباء، هم دول تجار البشر اللي أنا بحكي عليهم، لا نتبعهم ولا نسمع لهم ولا نأخذ منهم، ليس بطبيب لا تسمع عنه ولا تأخذ منه في المجال الطبي. دي نقطة مهمة جدا، لازم طبيب متخصص هو اللي حضرتك تتعامل معاه، مشيت مع كثير من اللي بيظهروا على الشاشات وكثير من اللي بيظهروا على صفحات التواصل الاجتماعي وما فيش نتيجة. يعني في 3 شهور نزلت 380 كيلو، يعني نص كيلو، 380 جرام يعني نص كيلو إلا كمان في 3 شهور ما شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، مع الطب الحقيقي نزلت 38 كيلو. هل هناك في ترهلات؟ الحمد لله ما فيش اي مشاكل خالص. هل في اجهاد؟ ما فيش اي مشاكل خالص. هل في عوده الى الوزن السابق؟ خالص، بالعكس هي تتمعرى في 2 كيلو كمان بحيث ان هي تقفل ال 40 يعني. الوضع اللي هي وصلت ليه والمذاق الحياه اللي ابتدى تحس بيه مره تانية وتمارس حياتها الطبيعيه،
لازم يكون هو النتيجة الطبيعية لفقد 38 كيلو زيادة على الجسم، زيادة على الجسم كله كله بمعنى الكلمة، وليس الركبتين فقط ولا الرجلين فقط زي ما هي بتحكي، لا بيبقى على الجسم كله. عملت رجيم كتير قبل كده ومفيش نتيجة، ما كانتش مصدقة المكالمات أو المداخلات وبتقول إن إحنا بنديلها فلوس، مفيش مشكلة معايا خالص، من حقها ومن حقكم حضراتكم إن أنتوا تتخيلوا هذا، لأن هذا هو العرف السائد للأسف. ولكن عندما يكون طبيب، معلش مع احترام لحضراتكم، تأكد أنه أقسم قسم أمام الله سبحانه وتعالى أنه لا يغش حضرتك ولا يدلس على حضرتك ولا يخدع حضرتك ولا يستغل حضرتك، ده قسم أمام الله سبحانه وتعالى. وهنقف مع بعض أمام الله سبحانه وتعالى، وانت بتبقى أمانة في رقبتي وأمانة ثقيلة بمعنى الكلمة، أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا قدها ويجعلنا أهلا لها. المداخلة دي بتشمل منوال الحلقة كله، والتحذيرات اللي أنا قلتها من تجار البشر، والتحذيرات اللي أنا قلتها من الإعلانات التجارية ومن البرامج التجارية المباعة، ومن الوهم اللي بيبيعوا لحضرتك وأن هناك فريق طبي، كل ده كلام فاضي تماما. وزي ما قلت في أول الحلقة، هتلاقي ممثل أو ممثلة هم اللي عاملين بيمثل دور مذيع وبيستضيف فلان أو فلانة، ويبتدي إن هو يعيش الناس في هذه في هذا الوهم وفي هذا الفيلم الهابط بمعنى الكلمه. هتقولي طيب يا دكتور، دول جايبين حوالي 20 حاله وكل حاله بتتكلم. سيدي الفاضل، كل هذا زي ام ايمان ما قالت، بفلوس وليس اكثر. هذكر حضراتكم بحاجه انا ذكرتها من قبل. كان في ممثله نزلت من الوزن تقريبا حاجه و70 كيلو، وظهرت في اعلان وماسكه منتج وتقول انا خسيت من المنتج ده، وهو اللي جاب النتيجة الرائعة دي، هو اللي جاب التخسيس اللي انت شايفينه، وانا بوصيكم به، والإعلانات والأرقام والتواصل والكلام ده كله. هذه الممثلة كان زميل فاضل من زملائنا عامل لها تحويل مسار، شاف الإعلان غار على مهنته وغار على شغله، رفع قضية على الممثلة واتمنع الإعلان تماما. هتقولي طب هو ماله يرفع قضية ليه؟ ده شغله، دي نتيجة عمله، إزاي هي تنسبها إلى منتج آخر؟ وزي ما بقول لحضرتك، دي ممثلة وظيفتها ان هي بتمثل، فهي بتمثل على حضرتك ان هي استخدمت المنتج ده. شرعا يسمى تدليس وغش، ولكن هي ممثلة، دي حياتها، هو ممثل، دي حياته. زي المنتج اللي كان مالي الشاشات، ومعظم الممثلين يعني لو راجل كل ويجيب الحالات ويجيب ويجيب ويجيب، ممثل واخد أجره على هذا الدور، لا ألومه صراحة، ولكن ألوم حضرتك ان انت بتصدقه، ألوم حضرتك ان انت بتجري ورا الوهم، ألوم حضرتك ان انت بتصدق حاجة غير الطب، ألوم حضرتك ان انت بتسلك طريق غير الطب لعلاج حالة معينة، او لفقد وزن، او لعلاج العظام، او لعلاج الركبتين، او الانزلاق الغضروفي، او الى اخره. الطب البديل بفضل الله سبحانه وتعالى، ودي نعمة من الله سبحانه وتعالى، هناك البدائل والآليات الكثيرة التي تعالج كل هذه المشاكل الطبية. احذر وخاف على صحتك، احذر وخاف على صحتك، دي نقطة مهمة جدا، ولوجه الله سبحانه وتعالى. ما زال في هذا العنوان تكملة إن كان في العمر بقية، في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. سعدت جدا بلقائي مع حضراتكم، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. أسألكم الدعاء واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.